بشوق وجاهزية وتفاؤل بدأت فعاليات نهائيات البطولة الوطنية للمناظرات المدرسية لعام 2021 في قصر المؤتمرات في دمشق التي تقيمها إدارة الأولمبياد العلمي في هيئة التميز والإبداع. ضروري هي الثقافة توصل لكل بيت سوري انطلاقة من هالعائلة السورية الجميلة اللي عم تشوفوها. في عنا محتوى، في عنا استراتيجية، في عنا حضور، في عنا أداء. عم تشوفوا أداء الطلاب اليوم، تشوفوه متطور عن المرحلة السابقة، يعني المرحلة اللي صار بشهر حزيران. اليوم في تطور بالأداء، بالحضور، بالبادي لانجوج، بلغة الجسد، بالتعبير، بطبقة الصوت، بإيصال الفكرة، بالشمولية، بالحديث. كله هذا بالنهاية ليصل لمرحلة اقناع بفكرتي، وبالنهاية مثل ما قلنا فكرة مع فكرة بتصير الفكرة أكثر تكامل. وبنقول مبروك لكل المشاركين. معايير نحن بنتبعها، في عنا ثلاث معايير: حكم أسلوب اللي هو بيطلع على كيف المتحدث عم يوصل فكرته، إن كان لغة جسده، حركات ذراعه إذا كانت متوافقة مع الحديث أم لا، التواصل البصري مع المشاهدين، مع الجمهور، مع الحكام، مع الفريق الثاني. هذا أول معيار. المعيار الثاني هو معيار المحتوى، المضمون الكتابي والمضمون اللفظي. هل الحكي كملف هو عم يصب بالقضية اللي عم يتجادلوا عليها، عم يصب بصلب الموضوع اللي عم نحكي فيه، وكيف عم يوصله؟ هل هو متوافق الحكي اللفظي مع الحكي الكتابي اللي كان مقدم لنا إياه كملف؟ والمعيار الثالث هو معيار الاستراتيجية، كيف استراتيجيته، كيف سلسل خطابه، كيف انا عندي صار كيف وزع حجه. هل الحجه الاولى معيار اقتصادي مثلا، المعيار الثاني هو معيار اجتماعي، المعيار الثالث هو كذا، كيف رتبهم، كيف ما يرتب معيار المعايير الثلاثه مع بعض، وكيف رتب خطابه بشكل كامل، كيف كل متحدث رتب خطابه، كيف الثلاثه مع بعض طلعوا كخطاب كامل. مناظره من اهدافها هي انه تصنع، تجهز اشخاص ان يكونوا صانعين قرار. نحن المناظره بشكل عام هي مستمده من البرلمان، يعني هي تمثيل للبرلمان، تستخدم عالميا بالبرلمانات. فنحن اليوم الجمل اكيد بتكون جمل بتخص المجتمع السوري، وجمل بتحكي بشكل عام عن قضايا اجتماعيه، قضايا عالميه، قضايا سياسيه اقتصاديه. كانت المشاركه عن جد يعني عملت نقل كثير نوعيه بتفكيرهم، طريقه تقبلهم للاخر، طريقه بناء خطابهم، دعم الحجج اللي يجيبوه، كيف يبنوا الفكره. يعني مش بس انه مثلا ياخذوا يبحثوا هن يلاقوا معلومات، بس ما ياخذوها مثلا هيك انه نسخ لاصق وانا بدي اقولها. صار عندهم قدره على الارتجال، صار عندهم قدره انهم يقنعوا يعني الشخص الاخر عن طريق مثلا دليل، عن طريق ابحاث قاموا فيها. تاهل من التصفيات على مستوى المحافظات 16 فريقا الى مرحله التصفيات النهائيه، فان البطوله خاصه بطلاب وطالبات مرحله التعليم الثانوي من اعمار 15 عاما الى 18 عاما، حيث تخوض الفرق المتأهلة 28 مباراة تناقش 17 جملة جدلية محتملة، 9 جمل منها ارتجالية و8 جمل محضرة. يشارك في تحكيم المباريات 16 حكما من مختلف المحافظات السورية. تجربة كتير رائعة وكتير حلوة، انه نحن بالاخير عم نثبت قراراتنا وعم نثق بنفسنا اكثر، وعم نثق من الشيء نحن عم نحكيه، وما نخاف من اي شيء نحن عم نعمله، لانه بكل شيء نحن عم نعمله هي تجارب حلوة بنأديها لبعدين، وهي بالاخير نحن رغم صغر سننا يعني لهي تجربة كتير حلوة ومن أدمى لبعدين، وبتفيدنا مع المستقبل. ممكن مع الأيام نحن نصير مدربين، ممكن نكون حكام، فهي قد ما كان نبحنا أو خسرنا هي تجربة كتير رائعة. المناظرة بتنعكس إيجابا دائما على الفرد وعلى المجتمع. كتير أفراد ممكن يذكروا أنه هي بتنعكس إيجابا على المجتمع، بس أنا بشوفها تجربة كتير مغنية للأفراد. بتعلموا للشخص كيف هو ممكن يلتزم بآداب الحوار، كيف ممكن عن جد يتحاور بجوهر المواضيع اللي هو بده يحكي فيها، كيف ممكن يفكر بأفكار هو بعمره ما فكر فيها أبدا. بالنسبة إلي هي ما بيهم الربح والخسارة، لأن كانت تجربة فعلا بتغير الحياة بالنسبة إلي. تهدف هيئة التميز والإبداع من خلال مشروع المناظرات إلى إضاءة شمعة في ذهن كل مشارك عن الأسلوب الأجدى لطرح المشكلات والدفاع عنها. فنجد أنه مشروع وطني هام وكبير وهادف للمشاركة في بناء الوطن ونشر ثقافة الحوار الحضاري بأساسه المعرفي والمنطقي.